وعن أهمية الدور اللي يلعبه الإعلام في ترسيخ القيم، تعد المؤسسات الإعلامية من أكبر المؤسسات الاجتماعية والثقافية تأثيرا في نشر ثقافة التسامح ومحاربة التطرف أو العكس، كونها أصبحت أكثر وسائل التواصل البشري تأثير في صناعة الثقافة وتشكيل الوعي وتحديد توجهات البشر في مختلف المجتمعات. للحديث أكثر مشاهدين عن هذا الموضوع معانا عبر الهاتف الأستاذ محمد الحمادي، كاتب صحفي ورئيس تحرير صحيفة الرؤية الإماراتية والمتواجد في مؤتمر الأخوة الإنسانية. مرحبا بك ويانا أستاذ محمد. الله يحييك أختي مريم وجميع مشاهديك. أستاذ محمد، بداية الإمارات رائدة التسامح عالميا والأكثر إيمانا بقيم وترسيخ قيم التسامح، حدثنا عن هذه الزيارة الكبيرة والمهمة للقامتين والقطبين في دولة الإمارات خلال هذه الفترة. نعم، حقيقة ليس من الغريب اليوم أن العالم بأسره وكل وسائل الإعلام العالمية تهتم بزيارة بابا الفاتيكان لدولة الإمارات. هذه الزيارة يعني لها كثير حقيقة من المعاني ولها كثير من المؤشرات، حيث أنها ليست زيارة عادية لبابا الفاتيكان ولدولة من الدول المسيحية. الصوت مبارك. دولة الإمارات دولة مسلمة ودولة تقع في الخليج العربي، وبالتالي وجود باب الفاتيكان اليوم هذا أمر مهم. الشيء الأهم حقيقة الذي ربما يعرفه البعض أو يعرفه الكثيرين حقيقة أن دولة الإمارات تنتهج نهج التسامح منذ الأجل حقيقة. الإمارات تمارس التسامح وليس ترفع شعار، مجرد شعار للتسامح، وبالتالي أنا أعتقد هذا الحضور وهذا الوجود يعني كان مهم جدا وكان له هذا التأثير وهذا الزخم العالمي. طيب أستاذ محمد، زيارة باب الفاتيكان إلى الإمارات تحظى بتغطية إعلامية شاملة، كيف يقدر يساهم الإعلام المحلي في إيصال رسالة التسامح والتعايش مع الأديان من الإمارات إلى العالم، وخصوصا إذا بنتكلم عن الإعلام الورقي وأيضا الإعلام الحديث؟ أهم شيء حقيقة بالنسبة للإعلام هو أن لا يقع فريسة في فخ العنصرية وفي فخ التمييز وفي فخ إثارة الفتن، هذا أهم شيء حقيقة. الأمر الآخر هو أن ننشر كل معاني وقيم التسامح التي ندركها ونعرفها اليوم. بلا شك اليوم نحن نعيش حقيقة في عالم متلاطم، في عالم أصبح العنف كبير، للأسف الشديد الإرهاب أصبح ينتشر بشكل كبير ليس في منطقتنا وإنما في العالم. لذلك الإعلام بحاجة أن يبرز نقاط الالتقاء ونقاط التفاهم أكثر من أن يهتم بنقاط الخلاف والاختلاف والنزاعات وغيرها. نعم، طبعا الإعلام الإماراتي أستاذ محمد يلعب دور مهم في تعميق قيم التسامح، كيف يقدر الإعلام أيضا يؤكد على هذه القيم؟ قيم التسامح بحاجة أن تبرز حقيقة. اليوم نحن بحاجة أن نبرز القدوات من الأشخاص والشخصيات التي فعلا تمارس التسامح وليس فقط تتكلم به. لذلك اليوم نحن بتلاحظين في صحفنا، في تلفزيوناتنا، في مؤسساتنا الإعلامية حقيقة نركز على الشخصيات الإيجابية في هذا المجال، الشخصيات التي تجمع ولا تفرق، وهذا دور الإعلام الرئيسي. اليوم الإعلام هو الأداة الرئيسية والمؤثر الأكبر في حياتنا كلنا حقيقة، وبالتالي يجب أن نستشعر هذه المسؤولية بمختلف جوانبها. طيب كيف يقدر يلعب الإعلام إلى نقطة أنت طرقت لها قبل قليل في مسألة تصدي لنبذ التطرف أستاذ محمد، وهي يعني مسألة مهمة؟ نحن مهم حقيقة في إعلامنا أن نتكلم دائما وبشكل مستمر وليس بشكل موسمي على هذه القيم السامية. اليوم نحن نعيش عام التسامح في دولة الإمارات، عام كامل من التأكيد على هذا المعنى. نعم. ولكن لا ننسى أننا نحن في دولة الإمارات منذ نشأة دولة الاتحاد وقبل ذلك كذلك، شعب الإمارات شعب متسامح، شعب يتقبل الآخر، يستطيع أن يعيش مع الكل باختلاف دينه، لونه، عاداته، تقاليده. وبالتالي الإعلام مطلوب منا حقيقة أن يبرز كل هذه الأشياء، أن يبرز سمات التسامح الثقافي، التسامح الاجتماعي، التسامح الديني، التسامح بكل مختلف أنواعه. وكذلك الخطاب في الإعلام يجب أن يكون خطاب هادئ وخطاب يقبل الآخر، وأن يعني نبتعد حقيقة عن
تلك الأصوات التي دائما تثير النعرات وتثير الطائفية وتثير الخلافات بشكل مستمر. طيب لو نوضح أكثر للمشاهدين والمتابعين عن أهمية هذه الزيارة للقطبين عندنا في دولة الإمارات، ماذا تمثل وما هي الرسالة المنشود من وراء هذه الزيارة، ونوضحها أكثر للمشاهدين؟ نعم، اليوم أول شيء إذا أردنا أن نتكلم عن الأهمية فليس أكثر دلالة على هذه الأهمية من استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للشخصيتين الكبيرتين في المطار أمام الطائرة. نعم. هذا أمر مهم جدا. الشيء الثاني حقيقة، منذ يوم أمس واليوم هناك مؤتمر عالمي في أبوظبي، هو مؤتمر الأخوة الإنسانية، لدينا أكثر من 14 من قادة الأديان في العالم، مختلف الديانات، ليس الإسلام والمسيحية وإنما مختلف الديانات، وهناك أكثر من 700 شخص يشارك في هذا اللقاء. نعم. هذا اللقاء يأتي ليجمع ليجعل هؤلاء حقيقة، اليوم أنا في قصر الإمارات وأرى كل هذه الأطياف من العالم تجلس تتحاور تتكلم تبتسم مع بعضها البعض. هذه اللقاءات حقيقة مهمة لإذابة الجليد، لإزالة أي حاجز موجود بين الأطراف المختلفة. لذلك عمل دولة الإمارات وهذه الزيارة ليست مفاجأة، يعني من يتابع العمل الذي تقوم به دولة الإمارات منذ سنوات في مجال التقارب بين الأديان، عمل كبير، عمل واضح، سواء من خلال مؤسسة حكماء المسلمين أو غيرها من المؤسسات التي تعمل بشكل ممنهج على هذا الأمر. والمهم حقيقة ربما ما يميز دولة الإمارات أن دولة الإمارات شعبها شعب مسلم وليس فيها طوائف وديانات، لكن رغم ذلك هناك رسالة عميقة وكبيرة حقيقة لدى دولة الإمارات، لأنها تستشعر مسؤوليتها الإنسانية. نحن اليوم بحاجة أن نتكاتف، أن نتعاون كشعوب العالم بأسرع حقيقة، وأحد الأسباب حقيقة التي يستخدمها المتطرفون والإرهابيون هو الدين. الدين دائما يستغل في إثارة النعرات وإشعال الحروب. لذلك أنا أعتقد خطوة دولة الإمارات وهذا التجمع العالمي الكبير تجمع مهم جدا، ويجب أن يبنى عليه الكثير في المستقبل. طيب أهمية خلق منصة تحتضن المبادرات الخاصة بقيم التسامح ونشر قيم التسامح وإرسائها فيما بين المنصات الإعلامية كافة عالميا؟ وجود المنصات بلا شك شيء مهم، يعني لكن أنا أعتقد هذه المهمة يجب تكون يعني رسالة يومية في كل وسائلنا الإعلامية كلها، حتى نتكلم عن القنوات، حتى البرامج الرياضية، البرامج الثقافية، يجب أن يكون هناك مسحة ولغة التسامح دائما موجودة فيها. يعني التسامح أنا مثل ما أقول دائما ليس شعار وليست أغنية وليست قصيدة، التسامح سلوك يومي وآن يجب أن نتصف به، والتسامح ليس سلوك بسيط حقيقة، يعني لا نعتقد أننا نستطيع أن نكون متسامحين بسهولة، لا، هذا يعني التسامح يحتاج إلى قدر كبير من نكران الذات بعض الأحيان، قدر كبير من التواضع، قدر كبير من التنازل عن بعض الأمور. لذلك نجد أن كثير من المجتمعات ربما تعاني من مشكلة كبيرة في التسامح، حتى الشعب الواحد تجدين الأطياف والطوائف لا تختلف البعض. نعم. ولكنها تجتمع إنسانيا وفي قيم التسامح وقيم القيم الإنسانية. أنا حابة أشكرك حقيقة الأستاذ محمد الحمادي على هذه المداخلة وهذه المعلومات، كاتب صحفي ورئيس تحرير صحيفة الرؤية الإماراتية، كل الشكر لك عبر موافاتنا بهذه المعلومات عبر الهاتف. شكرا لكم. مشاهدينا نروح لهذا الفاصل ونتحدث أكثر عن هذه الزيارة التاريخية اللي تحمل قيم إنسانية عظيمة.